لأنك عدل في كل ما صنعت بنا. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. صوفيا برسوما. يا إخوة، بالإيمان نزل إبراهيم إلى أرض الميعاد، نزوله في أرض غريبة، وسكن في خيام مع إسحاق ويعقوب والوارثين معه للموعد بعينه، لأنه انتظر المدينة ذات الأسس التي الله صانعها وبارئها، وماذا أقول أيضاً، إنه يضيق بي الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا الممالك وعملوا البر ونالوا الموعد وسدوا أفواه الأسود وأطفأوا حدة النار ونجوا من حد السيف وتقووا من ضعف وصاروا أشداء في الحروب وكسروا معسكرات الأجانب واستعادت نساء أمواتهن بالقيامة وعذب آخرون بتوتير الأعضاء والضر ولم يقبلوا بالنجاة ليحصلوا على قيامة أفضل وآخرون ذاقوا الهزء والجلد والقيود أيضا والسجن ورجموا ونشروا وامتحنوا وماتوا بحد السيف وساحوا في جلود غنم ومعز وهم معوزون مضايقون مجهودون ولم يكن العالم مستحقا لهم وكانوا تائهين في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد لأن الله سبق فضر لنا شيئا أفضل أن لا يكملوا بدوننا سلام لك أيها القارئ ولسان الشام Hallelujah.
Let us attain, let us hear the Holy Gospel. Peace be to all. And bring the other one. Faslan Sharif, Bin Bisha. التلميذ الطاهر لنصغي كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم فإبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذا وإخوته يهوذا ولد فارس وذارح من تامار وفارس ولد حصرون وحصرون ولد آرام وآرام ولد عميناداب وعميناداب ولد نحشون ونحشون ولد سلمون وسلمون ولد بوعذ من راحاب وبوعذ ولد عبيد من رعوث وعبيد ولد يسى ويسى ولد داود الملك وداود الملك ولد سليمان من التي كانت لأوريا وسليمان ولد رحبعام ورحبعام ولد أبيا وأبيا ولد آسى وآسى ولد يوشافاط ويوشافاط ولد يورام ويورام ولد عزيا وعزيا ولد يوتام ويوتام ولد آحاز وآحاز ولد حزقيا وحزقيا ولد منسى ومنسى ولد آمون وآمون ولد يوشيا ويوشيا ولد يكنيا وإخوته في جلاء بابل ومن بعد جلاء بابل يكنيا ولد شألتئيل وشألتئيل ولد زربابل وزربابل ولد أبي هود وأبي هود ولد إلياقيم وإلياقيم ولد عاذور وعاذور ولد صادوق وصادوق ولد آخيم وآخيم ولد أليهود وأليهود ولد أليعاذر وأليعاذر ولد متان ومتان ولد يعقوب ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح فكل الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا ومن داود إلى جلاء بابل 14 جيلا ومن جلاء بابل إلى المسيح 14 جيلا أما مولد يسوع المسيح فكان هكذا لما خطبت مريم أمه ليوسف وجدت من قبل أن يجتمع حبلى من الروح القدس وإذ كان يوسف ورجلها صديقا ولم يرد أن يشهرها هم بتخليتها سرا وفيما هو متفكر في ذلك إذا بملاك الرب ظهر له في الحلم قائلا يا يوسف يا ابن داود لا تخف أن تأخذ امرأتك مريم فإنما المولود فيها إنما هو من روح القدس وستلد ابنا فتسميه يسوع فإنه هو يخلص شعبه من خطاياهم وكان هذا كله ليتم ما قيل من الرب النبي القائل ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا فلما نهض يوسف من النوم صنع كما أمره ملاك الرب فأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدا ابنها البكر وسماه يسوع